في حق المواطن الكويتي ومستشفى كما مطبق في الإمارات، فيه ما مطبق في ما منع ومستشفى للوافدين والمقيمين، منع هذا حل من الحلول. هذا حل من الحلول، لكن إذا كان سوء الإدارة موجود، نعم، الإدارة المتخلفة، نظام الفايلات، نظام المجاملات، حتى لو تحط مستشفى ثاني راح يصير عندك زحام، وراح يصير عندك تخلف في المواعيد وعدم التزام بالمواعيد وتأخير المواعيد. القضية يا جماعة الخير قضية إدارة وعمل مؤسسي، ما عندنا إدارة صحيحة. صار لي موقف في مستشفى البحر العيون قبل تقريبا شهر، نعم، حاشني مالي عيني عورتني، رحت ايه؟ مع واحد من ربع، واحنا قاعدين خدنا رقم قعدنا، نعم، موظف الاستقبال قاعد صوت عالي، الو همبرجر، يجيب لي 4 همبرجر، صوت عالي، خلصنا. انا ساكت، رفيجي قاعد يقول يعني المفروض ذوقي يعني صك الباب يتكلم بهدوء، يعني في ناس قاعده، مو قاعد في بيتكم. شوي طق السيجاره، في قرار وزاري ممنوع تدخين في المستشفى. قام رفيجي قال يا ابن الحلال طف السيجاره، قال له مو شغلك، اللي ما طلب ايدك واصله بريولك. نادي صاحبي قلت له قاعد ابن الحلال، قاعد هذا الحكي قبل شهر، هذه في مستشفى العيون، واكثر الناس اللي تراجع العيون عنده حساسيه من الدخان، صح، واخينا قاعد يطق السيجاره وطق، وصار وقت الصلاه، هدوا الكشك هذا مال الاستقبال، لا البنيه ولا الصبي، قعدنا فوق ثلث ساعه يا اخي، حتى العمل عباده يتناوبون، واحد يصلي والثاني يقعد يخلص يروح يصلي الثاني، بس ما هي مصالح الناس بالطريقه هذه. صح، وانا اخذ معاك الاتصال، نقول الو. الو، السلام عليكم. هلا يا فاطمه، هلا حبيبتي، هلا، هلا فيك يا قلبي، هلا فيك، شلونك انتي؟ انا طبعا سمعت الاخ يتكلم عن مستشفى العيون. طبعا احنا بكل وزاره وبكل مرفق في عندنا سلبيات وعندنا ايجابيات، وطبعا احنا كنا كثير نشتكي من وزاره الصحه ومن السلبيات، لكن انا خلال احتكاكي خصوصا هالاسبوع باكثر من مستشفى، يعني من زمان انا ما دخلت مستشفى، بسم الله عليكم دخلت هالاسبوع، يعني هذا كذا مرفق، الحمد لله قاعد اشوف وايد تغيير في المستشفيات. انا ما اقول ما في سلبيات، السلبيات مو في الاداره، السلبيات المشكله في الموظفين اللي حاطينهم، مثل ما قال الاخ هذا لازم، وين المراقب عليه، وين المدير المسؤول، يعني صحيح. المسؤول اعاقب اتخذ اجراء، ترى هذا ممنوع، احنا مستشفى، احنا قاعدين نعالج المرضى. لكن انا لما اروح الاميري واشوف زايدين الستاف التمريض وزايدين ستاف الاطباء، وان المرضى يدخلون الطوارئ وهم مرتاحين والكل يعني يتبسم، التغييرات اللي موجوده في جميع الاجهزه والاسره والبرادي وبكل شيء، يعني وجدت تغيير كبير. هم بعد بالنسبه للبحر العيون، اول قبل لما نروح كنا ننطر بالساعتين ثلاث على ما يدور، الحين لا، سهالات بسرعه تروحين، لان شنو عزلوا الفروانيه بروح والجهره بروح والمطبخ. فاطمه الاخ فيصل مزيني بيحاكيك، تفضل. مساء الخير استاذه فاطمه. هلا، حياك الله. الله يحييك. شوفي، احنا طبعا ما نبي قضيه التشاؤم وعدم اعطاء كل ذي حق حقه، لكن انا اكدت ان القضيه قضيه مانجمنت واداره في كيفيه اداره المستشفيات وحتى كل مرافق الدوله. انت تكلمت عن مستشفى الامير، انا شفت ان سووا نظام جديد، انا ما اتكلم عن الرتوش هذه، تعرفين التعديلات هذه استاذه فاطمه، هذه بعد 6 اشهر 8 اشهر 9 اشهر سنه راح نرجع نظام القديم، لانه ما في متابعه وما في مانجمنت صحيح. احنا اللي قاعد نتكلم عنه عمل مؤسسي غير مرتبط باشخاص يو حطوا بصمتهم ومشوا، ما قصروا في جوانب ايجابيه. انا اقول لك حتى مستشفى البحر لما تروحين تاخذين علاج، يعني الحمد لله علاج زين، لكن هناك سلبيات. انا دوري هني ابرز الجوانب اللي عليها ملاحظات حق المسؤولين في الدوله عشان يتلافونها. صح، انا قلت لك في كل عمل هناك سلبيات وفي ايجابيات، لكن احنا ما ننسى في الايجابيات وركز على السلبيات. اخت فاطمه استاذه فاطمه، ترى يعني احنا يعني ترى موضوع الصحه في الكويت لو نسوي استفتاء، انا متاكد فوق 75% من اهل الكويت راح يكونون غير راضين عن الاداء الطبي في الكويت، مو عشان ما في كفاءات، لا لأن موجودة، لأن ما في، لأن ما في إدارة صحيحة، في محسوبية، في تأخير في المواعيد، ما في متابعة للخطط، في أدوية استاذة فاطمة، في أدوية أقول لك أدوية ما تصرف، موجودة عند الوزارة ما تصرف إلا حق ناس وناس. صح، وخصوصا الوافدين، لأن كل يشتغلون وحتى قاعد أقول لك والمختبرات واللي قاعدين ياخذون مواعيد، يعني مثل السونار مثل الأمراي، هذا من اللي قاعد يعطي المواعيد فيها، حتى العمليات للاسف الفلبيني مع الفلبيني. انت دشيتي مستشفى الاميري، دشيتي مستشفى الصباح؟ لا، دخلت مكي جمعه، هم بعد في تحت يرحم والديك، دشي مستشفى الصباح وشوفي، وكل المستشفيات الجديده استاذه فاطمه اسمحي لي،
كل المستشفيات الجديده تبرعات من جهات يا من صح. من تجار او صح. من الام تي سي او من هذا. نبي وزاره الصحه اللي في دوله من اغنى دول العالم وين بصمتها؟ ليش عندنا 5 مستشفيات في الكويت؟ ليش المآسي اللي قاعد تصير في العدان مو كويتيين هما؟ وليش المآسي اللي قاعد تصير بالجهره مو كويتيين؟ انا اقول لك تدري شنو المشكله؟ تدري شو المشكلة مو بوزير راح بوزير ياء، الوزير يحط خططه وعنده وكلاء مساعدين، تحت الوكلاء المساعدين في رؤساء اقسام في مدراء صحيح. وين متابعتهم؟ احنا لازم نحاسب ديلي، احنا لازم نحاسب موظفين، احنا ما نحاسب الوزير سيدة، الوزير مجتهد لكن وين اللي تحته؟ هني المحاسبة. اذا الوزير كان ما يقدر ان يفرض يفرض مشكورة يا فاطمة وجاوب وتابعك تابعينا يجاوبك اخوي محمد مشكورة مشكورة استاذة فاطمة المسلم. اذا الوزير غير قادر على ادارة وزارته بالشكل الصحيح بمتابعته للوكلاء ووكلاء المساعدين فما يصلح انه يكون وزير. القضيه مو قضيه تمثيل مجلس الوزراء في مجلس امه وخلاص، انت منصب سياسي بس انت محاسب امام الله على هذا. يا اخي ايش انا خليني انا يا استاذه فاطمه روح اي قعده حريم شاي الضحى ولا روح اي مطعم ولا قعده باي حفله ولا قعده ولا ريايل باي ديوانيه شوفوا شكاوي اهل الكويت ما انتبله. عندنا امور لكن امكانياتنا الموجوده تاهلنا ان نكون احسن من كذي مو بمره ولا بمرتين 200 مرة وهذا مو موجود. يعني أفهم من كلامك أبو حمد عدل الرأس يتعدل الجسم كله. عدل الرأس وادعمه. سمو رئيس الوزراء يجب أن يدعم وزيره بإقالة من لا ينتج من الوزراء لأن بعض الوكلاء المساعدين الوزير ما يقدر عليهم. زين إحنا أبو حمد نروح وين مستشفيات ولا مستوصفات ولا مراكز أيا كان ندخل ما شاء الله لا إله إلا الله عيني باردة عليهم الأوراق أشكال والوان مطلعين قرارات سنعة وتدخل ما أشوف هلا من تدخل لا والله ما أشوف سنعة بتشوف الأوراق اللي معلقة قرارات كل يوم طالعة وموقعين عليها ما تشوف وايد قرارات زين اي وايد قرارات. اذا في هالعملية هذه انا يمكن ابو حمد اتفق في جزئية صغيرة مع اختي فاطمة المسلم اللي هي في جزئية نتيجة عدم استقرار السياسي في الكويت عندنا وزير يتغير وزير يروح فما يلحق وين الوكيل؟ الوكالة وين الوكيل؟ وين الوكيل؟ احنا قضيتنا مع الوزير انا الحين اثني انت اوافقني اي 100% انا 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 الوزير يعني يتغير كل 4 سنوات او كل سنتين ما يلحق ايه؟ ما يلحق الوزير الوكيل الرك على الوكيل الوكلاء اللي معشعشين الوكيل الاول اللي هو وكيل العادي نعم ومع الوكلاء المساعدين مع مدراء الدواء مع مدراء يعني هالوكيل الوزاره مو تتبعك كل قطاعات المنظومه المؤسسه الحكوميه تتبع له وكلاء مساعدين نعم وتحتهم مدراء ادارات، نواب مدراء ادارات، مساعدين مدراء ادارات، مراقبين، رؤساء اقسام، موظفين. عندي اتصال ناخذه من بدر نقول الو. الو مساء الخير. هلا اخوي بدر يا هلا مرحبا. مشكورين على هذا الموضوع صدق فعلا حساس وهام الديره الدرجه الاولى. اي تفضل اخوي بدر. اختي الحل بيد الوزاره، اذا نحل الوزير ها واقاله الوزير. لانه الوزير هذا صراحه ما احنا عارفينه لا هو اللي بيشتغل ولا حاب البرستيج لاني انا طلبت يوم من الايام مقابلته كان يقولون والله الوزير معطينا تعليمات ابي بروتوكول ايش بروتوكول انا مواطن تبي موسيقى تقولك والله العظيم تبي تحيه علم تستقبلني بروتوكول انا جاي بشتكي إيه؟ عندي ام ار اي قالوا لي بعد 3-4 اشهر على ما تسوي لك واحد نعم زين جيت براجع التشخيص ما في تشخيص صحيح. والدكاتره اليوم ترى كلهم مستشفيات خاصه صح. كلهم مستشفيات خاصه وين على ايام الجار الله يوم طلع قرار قال يبا اي دكتور موظف في وزاره الصحه خلاص بوزارة الصحة ما له حق انه يفتح عيادة خاصة او انه ينتقل على مستشفيات الحين القرار اذا انت الغي القرار ولا حق اي دكتور وهذه النقطة اشكرك عليها بدر وايد لا لاني بناقشها الحين مع ابو حمد هذه النقطة لان وايد من الدكاترة للاسف الشديد يا ابو حمد يا اخوي بدر اللي حصل يوجه بعض انا ما اعمم انا اقول بعض الدكاترة ما يقول ما يحفز المريض يجي لعيادته صحيح على شنو فعلشان يستفيد من المريض فما يعطي هذاك العلاج الكافي او ما يعطي هذا الاهتمام الكافي يقول ايش رايك انت سوي اشعتك هني مجانا تعال لي في العياده مشكور يا بدر والله هذه نقطه جدا مهمه تفضل كمل لا فعلا لاني انا يوم ريت باخذ موعد
ولا مواعيدي بالاشهر. زين يانا بعد الاشهر هذه رضينا الاشهر هذه يانا والواسطه والواسطه والمحسوبيه تقدر تسوي طبعا هذا انت بالدرجه الاولى الواسطه معروفه هذا الكرت لازم يكون بجيبك هذا لازم بدال بطاقتك مدنيه مكتوب عندك واسطه. مشكور يا بدر يعطيك العافيه يا بدر بن ناصر. فانا اتمنى من التشكيل الجديد ان ما يكون في عندنا وزير اسمه هلال الساير هذا بكل صراحه. نعم. يردون الجار الله على عيني وراسي. نعم. فعلا كان عنده قرارات صارمه. نعم في ناس جت ووقفت ضده مو معنى انه هو مو زين، كان فعلا دكتور نشيط وهو اللي يسوي العمليات بنفسه. نعم. هذا يقولوا لي دكتور قصيد اذا نعرف يسوي يشخص الحين. طبعا هذا هذا يمشي ما احنا عارفين اذا بيطيح ولا قاعد يكمل. مشكور يا بدر وهذه وجهه نظرك نحترمها ونقدرها. تفضل ابو حمد تعليقك. والله شوفي انا يعني ما الوم الاخ. نعم. ابو ناصر يعني في ناس وايد ترى بالكويت مروا بتجارب الأخ وأسوأ من كذي هناك. نعم. إعاقات صارت إعاقات دائمة صارت. القضية مي قضية بهلال الساير مع طبعا تفرق في شخصية الوزير. القضية قضية عمل منهج حكومة. صحيح. منهج رؤية عمل منهجي زيادة نسبة الوعي نوعية اختيار الموظفين. يعني انك تحط الرجل المناسب في المكان المناسب والإدارة. الميزانية الدولة اكثر ميزانية تصرف على وزارة التربية ووزارة الصحة. نعم. وهذا نعم الشيء. نعم. يحزن كثير. احنا قاعد نسلط اخت فاطمة قبل شوي قلتي انتي احنا في ايجابيات وسلبيات. نعم في ايجابيات ولكن احنا حلقاتنا بنسلط الضوء على السلبيات. احنا تعمدنا ما نقول الايجابيات. اذا عند احد ايجابيات يتصل فينا ويقول ايجابيه. ولكن انا لخدمه للمواطن ومدى رضا المواطن عن الخدمه اللي تقدم من قبل وزاره الصحه احنا قاعد نعرض ونستعرض اللي الحالات اللي يعيشها المواطن الكويتي بشكل يومي. انا متاكده وعلى يقين ان اللي ما اتصل ولكن الاغلبيه اللي قاعد يشوفونا ياكدون ويثنون على كلام ابو حمد وعلى الكلام اللي نقوله. اخذ الاتصال اقول الو. الو الو اخ نايف اهلا وسهلا فيك اخوي. يا هلا مرحبا. اهنيك على البرنامج واهني الضيف اللي وياك. الله يسلمك حياك الله. عندي مداخله بس خفيفه اذا في مجال تسمعونها. تفضل. دام فضلك المستشفى الفروانيه الحين بالضبط بعد الساعه 12 دكتور واحد مناوب. صح. حلو. صح. كويتيين وخلط مستوصف بواحد. صح. تقعد لك ساعه ساعتين على ما يحوشك الدور داخل قبل ادش الدكتور وقف بين الكراسي الموجوده وغرفه الدكتور شوف اللي على الباب واقفين. صح. كل واحد يدز الثاني دوري دوري دوري. صح. دوري. صح. يا ليت وزاره الصحه تكرم تخلي مستوصفات بالمناطق تفتح بالليل مناوبه الحاله الضروريه تحول مستشفى الفروانيه على طول مستشفيات. نعم. يعني الضغط دش مستشفى الفروانيه بالليل تقعد لك ثلاث ساعات اربع ساعات ما في مجال تطفش وتطلع. صحيح. صحيح. مخلوط العالم كلها ويا بعض. صحيح. كل واحد يقول لك دوري والدكتور هم ما يلام بعد الدكتور من ضغط العالم. طبعا يعني. اكيد صحيح صح كلامك يا وهذا اللي انا اطلبه. نعم مشكور يا يعني نايف تسلم وصلت وجهه نظرك. تسلم لي شكرا. سمعت يعني هذه يعني لو تفتحين مجال اتصالات. إيه؟ احنا فاتحين المجال بس لا اقصد يعني. إيه؟ لو في وقت اكثر 90% من الاتصالات راح يعني يبينون لك مدى يعني سوء الخدمات في وزاره الصحه وتلقى يمكن 2-3% يتكلمون عن الايجابيات. احنا ما نقول ما في ايجابيات بس انا اقول امكانياتنا الموجوده والخبرات الموجوده عندنا في البلد تأهلنا ان نكون افضل مركز طبي اقليمي على مستوى الشرق الاوسط. يعني احنا ثاني حلقه سؤال واحد تفضل. ليش لما يطيح مسؤول ما يتعالج بالكويت؟ ليش ما في ثقه بالكويت؟ مو تقول وزاره الصحه زينه؟ اخت فاطمه مسلم سؤال لك. المسؤولين الكبار بدون تسميه مسميات مسؤولين من اي كانوا لما يطيح مريض او يكح ليش اول طياره يقب فيها؟ ليش؟ خليه يؤمن بنظام وزارة الصحة بالكويت والخدمات الحلوة والعلاج الراقي يقعد بالكويت. ليش ينحاشون برا؟ نعم. وهل الكويت شنو ما يستاهلون ولا ينذلون عند شو اسمه العلاج بالخارج؟ لازم يكون عندك عضو عشان تاخذ وانت تستحق انك تطلع. وفي ناس تطلع تجميل وفي ناس تستحق فيها سرطان واكثر من سرطان ما يطلعون. صح. انا عندي كم سارة الوقت عندي دقيقة ونص كلمة توجهها حق أهل الديرة. أنا بس قبل هذا في نقطة بسيطة بقول لك إياها. تكلمت أنا عن موضوع
الطوارئ الطبية استخدام الهليكوبترات قبل 3 سنوات ب 2000